عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي محمد عبد النصر محمود محمد حسن الجلفي. علي صوتك. انا معتصم من اجل الشباب. انت معتصم مع بابا هنا؟ معتصم من اجل الشباب عشان ناخد، احنا كده قاعدين سلميين وناخد حقهم، مجموعه كده حق الشهداء. تعبان هو من قله. واحنا مش هنمشي لغايه لما نموت. هنموت عشان ندافع عن اخواتي. اخواتي الشجاع، الاطفال اللي في سني بيطلبوا الشهاده برضه. واحنا مش هنمشي. بناخد حقنا. مش هنمشي. ادي اختك كده، عرف نفسها. اختك ايه؟ عفاف عبد النصر الجلفي. اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي عفاف عبد النصر الجلفي، طالب الشهاده. احنا هنا قاعدين سلميين، وانا جاي هنا عشان ادافع عن بلدي. جاي اخد حق الشهداء، جاي اخد حق اخواتي ودافع عن بلدي. وموت انا شهيد. شكرا. والله كنت جاي بس هم قالوا كلهم يجي يصور ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي حسن عبد النصر محمود محمد حسن الجلفي. انا جاي هنا عشان اخد حق الشهداء ومطالب الثوره اللي لسه ما اتحققش منها اي حاجه. لو اتحقق من مطالب الثوره اي حاجه، لسه ما حققوش منها اي حاجه. لو حققوا منها اي حاجه برضو مش هنمشي غير لما مطالب الثوره كلها تتحقق. عشان احنا هنا بيضربونا وبيقعدوا يضربونا ويبعتوا لنا بلطجيه كل يوم بلطجيه، واحنا ما بنعرفش ننام من اي حاجه. عينينا بتختخى وجسمنا ساب من كتر التعب. وشكرا. انا ما اعرفش هو يصور. هم دول ولادي اللي انا بتشرف بيهم، ودول ولاد كل راجل حر في مصر، ولاد كل الناس المصريين. هم دول ولادي، ودي اسره عبد الناصر الجلفي اللي مضحيه بنفسها عشان خاطر باقي الاطفال بتاعه مصر والشباب الجميل اللي دفع فينا الحرية من جد وجديد.